بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. سنة يسيرة ومهجورة لا يعلم كثير من الناس. صحيح الأحاديث التي جاءت فيها ضعيفة، لكن هناك شواهد في السنة تقويها، والفضل العظيم لهذه السنة أو الثواب العظيم يجعلنا نتمسك بها ولا نتركها أبدا. قراءة الثلاث آيات الأولى من سورة الأنعام بعد صلاة الصبح في جماعة بالنسبة للرجل، فجاء في فضلها. هنا يوكل الله لك في رواية 70,000 ملك يدعون لك ويستغفرون لك اليوم القيامة، ويكون تسبيحهم في ميزانك يوم القيامة. وفي وأيضا تدخل يعني تدخل الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. بالنسبة للمرأة يعني مش ليس مطلوبا منها إلا أن تصلي الصبح في جماعة، الصبح حاضرا بعد الأذان في البيت. أما الرجل لازم يصلي في جماعة إذا كان يريد أن يحصل هذا الثواب العظيم. طب إيه الأدلة اللي تخلينا نستأنس التي نستأنس بها أن نعمل بهذه السنة؟ أولاً الفضل العظيم سورة الأنعام. سورة الأنعام لها فضل عظيم، هي السورة الوحيدة التي نزلت كاملة ونزل بها 70,000 ملك لهم دوي كدوي النحل. ونزلت والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني كان بين مكة والمدينة في العهد المكي، لدرجة إن الناقة ما قدرتش تتحمل ثقل سورة الأنعام فبركت. حتى إن الصحابي قال اللي كان راكب ورا الرسول صلى الله عليه وسلم على الناقة، قال شعرته وكأن ورك انكسر من شدة الوحي، شدة ثقل لهذه السورة. فهذه السورة لها فضل عظيم. السورة الوحيدة اللي نزلت برغم من طول هذه السورة من 7 طول اللي نزلت مرة واحدة، ونزل بها 70,000 ملك. عبد الله بن عباس قال إن السورة دي، طبعا الحديث ده صححه الحاكم، الحديث ده صححه الحاكم في المستدرك. السورة دي أيضا يعني عبد الله بن عباس قال من أراد أن يعلم فضائح العرب وبدع العرب فليقرأ 100 آية الأولى من سورة الأنعام. سورة الأنعام هي السورة الوحيدة اللي بتتكلم عن التوحيد وعن الجنة وعن النار باستفاضة، وعن البدع اللي كانوا يفعلها العرب قبل الإسلام. أيضا كثرة طرق الحديث، يعني الحديث له طرق كثيرة. أيضا ذكرها الإمام السيوطي في كتابه تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش. فالإمام السيوطي من هو في العلم في التفسير وفي الحديث، فذكر هذه الأحاديث كلها مجملة، كأنه يعضد هذه الأحاديث أو يعني أو يجيزها أو يصححها. أيضا ابن حبان، الحديث ضعيف بسبب واحد اسمه إبراهيم بن إسحاق، لكن ابن حبان قال رواه في الثقات، وقال انه زائغ، ولكن ربما خالف. يعني كان ابن حبان يصحح الحديث او يجبر ضعف هذا الرجل. بعدين الروايات المختلفه عن ثلاثه من الصحابه، عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن جابر بن عبد الله، وعن واحد تاني كمان بس انا ما اعرفوش من الصحابه، يعني 3 او 4، كلها بنفس المعنى، بس معنى في معنى يقول لك على السبق للجنة وتسبيح الملائكة، وفي رواية فيها ادخول الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. فطبعا ده فضل عظيم وعمل يسير. يعني انت هتقرأ ايه؟ هتقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم جعل أجلا ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، هو الله في السماوات وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اساس ايه اولى من سوره الانعام. فالروايه الاولى ذكر الثعلبي عن جابر بن عبد الله انه من قرأ اساس ايه اولى من سوره الانعام وكل الله له 40,000 ملك يكتبون له مثل عبادتهم الى يوم القيامه. خلي بالكم، ينزل ملك من السماء ومعه مرزبه من حديد، فاذا اراد الشيطان ان يوسوس له او يوحي في قلبه شيء ضربه ضربه فتكون بينه وبين وبينه 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 70 حجابا. فاذا كان يوم القيامه قال الله له امشي في ظلي يوم لا ظل الا ظلي، وكل من ثمار جنتي، واشرب من ماء الكوثر، واغتسل من ماء السلسبيل، فأنت عبدي وأنا ربك. أيضا أخرج ابن الدريس نفس هذه الصيغة قال وكل الله له 70,000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة، وله مثل أجورهم، ويقول له يوم القيامة امشي في امشي 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 في ظل امشي في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، وكل من ثمار جنتي واشرب من ماء الكوثر.
وفي رواية عن عبد الله بن عباس: وادخل الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. إذا في رواية: وادخل الجنة في خصال ذكرها الإمام السيوطي، زاد على نفس الكلام الحنين ده، قال: وادخل الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. فطبعا لما ربنا سبحانه وتعالى يوكل لك في روايه بقى عن عبد الله بن، احنا ليه بنقول الصلاه في جماعه؟ ان عبد الله بن مسعود قال، وعبد الله بن مسعود من اكثر الصحابه اللي كانوا يتكلمون في صلاه الجماعه، هقول لحضراتكم دلوقتي بعض الادله عشان كده. طبعا وعبد الله بن عباس وعبد وجابر بن عبد الله لما قالوا الكلام ده، طب هم يقصرون في جماعه، بس طبعا الصحابه ايام الصحابه، اصحاب كلهم كانوا يصلوا الصلاه في جماعه، مفيش حد كان بيتخلف ابدا. فلما يقول من صلى الصبح ثم قرأ اساس قالوا الاولى من سوره الانعام، يقصد في جماعه. لكن عبد الله بن مسعود وضح ليه، لانه اكتر واحد كان بيتكلم عن صلاه الجماعه، واكتر واحد كان بيشدد فيها. ليه؟ هقول لكم دلوقتي. بس عبد الله بن مسعود قال: وكل الله له 70 ملك، ما قالش 70,000 ملك. الروايه اللي مرويه عبد الله بن مسعود: يسبحون له ويستغفرون له الى يوم القيامه. ده دي ما ذكرش بقى ادخلوا الجنه بغير سابقه، لكن الروايات الثانيه كلها بتقول هذا الكلام. فاذا كان فاذا قال عبد الله بن مسعود هذا الكلام مع اخذ الروايات كلها مع بعضها البعض، يبقى اذا باذن الله. ولو سبح لك سب لو 70 ملك استغفر لك ذات اليوم كام، دي شويه لما ربنا يجعل عباداتهم وتسبيحهم في ميزانك، هي دي شويه طبعا، ثواب عظيم جدا. طبعا انا بقول ليه، عبد الله بن مسعود بقى قال ايه؟ من صلى الصبح في جماعه ثم جلس في مصلاه وقرأ اساس ايات الاولى من سوره الانعام، وكل الله له 70 ملكا يسبحون له ويستغفرون له الى يوم القيامه. الى يوم القيامه، خلي بالكم، كل الروايات الى يوم القيامه مع اختلاف اعداد الملائكه. يبقى لازم تصلي الصلاه في جماعه الصبح في جماعه. ليه؟ لان اولا هقول لحضراتكم بعض الادله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في البخاري: اثقل الصلاه على المنافقين العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا، ولقد هممت ان امر بالصلاه فتقام، ثم امر رجلا ليصلي بالناس، ثم امر بحطب فيحطب، ثم انطلق مع رجال ومعهم حزم من نار، فاخالف الى اقوام لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم. ده كلام الرسول في الحديث في البخاري. الرسول قال ان اللي بيحس ان هو تقيل مش قادر يروح الجامع يصلي فجر في جماعه يبقى منافق. ولو يعلم المنافق ده ما في الفضل العظيم في صلاه الجماعه في الفجر لحبى، لو مش قادر يمشي ومريض يحبي عليه كطفل رضيع، بل ويلحس الارض حتى يصل الى المسجد. مشكله وبس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انا هميت اسيب صلاه الجماعه واستخلف واحد يصلي بالناس، واخد معايا رجاله معاهم نار، اروح للناس دي واحرق بيوتهم في بيوتهم وهم متلبسين، عشان اضبطهم متلبسين في بيوت واحرق عليهم البيوت. طبعا مش ممكن انسان يكون بهذه الصفه يستثقل صلاه الجماعه، ينادى عليهم من قبل الله سبحانه وتعالى ولا يجيب النداء، وبعدين عايز ربنا يدخله الجنه بغير سابقه حساب ولا عذاب، وربنا يجعل تسبيح الملائكه في ميزاني، هذا لا يقول به احد. يبقى لازم تنزل تصلي الصبح في جماعه، بعدين وانت قاعد مع الاذكار تقرا الايات الاولى من سوره الانعام. في هذه الحاله تطمع ان يدخلك الله سبحانه وتعالى الجنه بغير سابقه حساب ولا عذاب. كذلك المراه مطلوب منها، كل مطلوب منها انها تصلي صلاه الفجر حاضرا، وتقرا الايات الاولى من سوره الانعام مخلصه النيه محتسبه الاجر، وهتاخد نفس ثواب الراجل وصلاه الفجر في جماعه بحجه تامه الى بيت الله الحرام، ولو قعدت لغايه ما تطلع الشمس تسبح وتذكر هيبقى معاه عمره، كما يبقى حج عمره تام الى بيت الله الحرام. واللي بيصلي فجر في جماعه 40 يوم لا يتخلف يوما واحدا تكتب له براءته من النار وحرم على النار تماما، لان العلماء قالوا بيتبدل بيبقى انسان تاني. مش كده وبس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع نداء فلم يمنعه من ان ياتي عذر فلا صلاه له. والحديث في صحيح ابي داود، يعني كانه ما صلاش خالص. وقال عليه الصلاه والسلام: من سمع نداء فلم يلبه من غير عذر لم تقبل منه الصلاه التي صلاها. قال صلى الله من العذر؟ قال: خوف او مرض. مش اي خوف، مش اي مرض، خوف شديد ومرض او مرض عضال يمنعه. وكان الصحابه رضي الله عنهم قال في الحديث الصحيح: كان يؤتى بالرجل منا يحمل بين الرجلين يتهادى تخط رجله في الارض حتى يقام في الصف. يبقى ميت يتشال شيل وهو مشلول يوضع في الصف. لذلك ابن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان في سكرات الموت وسمع الاذان وصمم ينزل، وقالوا له: ما تنزلش، انت في عذر شديد، انت في مرض. قالوا له: لا، لازم نروح. ومات هو في الركعه الاولى في صلاه الجماعه. ليه بقول لكم عبد الله بن مسعود قال صلاه جماعه مش زي عبد الله بن، لان عبد الله بن مسعود قال ايه؟ كنا نعد المتخلف عن صلاتين من صلاه الجماعه منافقا معلوم النفاق، مش منافق بس، ده معلوم شديد النفاق. وكنا اذا تخلف احدنا عن صلاتين من صلاه الجماعه اسانا به الظن، يشكون فيه انه منافق ويكتب مع المنافقين، ولما عندما يموت لا يصلى عليه، لان ده كان دائم للمنافقين ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. كان دائما المنافقين امر. عشان كده بقول لكم، اذا كنت عايز تدخل الجنه بغير سابقه حساب ولا عذاب،
تصلي الصبح في جماعة وتقيم هذه السنة، وإلا هتضيع منك بقى النور العظيم الذي تمر به على الصراط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، وهذا حديث حسن: بشر المشائين في الظلم، اللي هي العشاء والفجر، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، في رواية بالنور العظيم. النور العظيم ده ربنا هيديه لك وانت على الصراط، والصراط بيضرب على متن جهنم، هو ادق من الشعرة واحد من السيف، وهتمشي عليه وانت حافي وعاري، وتحت منك جهنم، وحوالين الصراط ده في كلاليب يتطاير منها شرر كالقصر وكانه جمالات صفر. الشراره الواحده عامله زي البيت العظيم، قنابل بتطلع من جهنم، هتمشي ازاي على الصراط؟ والناس على الصراط على ثلاثه اصناف: ناج مرسل او مار مخدوش او هاون في نار جهنم. الناجي المرسل ده اللي هيعدي كالبرق او كالبصر او كلمح البصر، او مع انه معاه نور عظيم. وواحد هيمشي بقى بسرعه اقل، فطبعا لما هيمشي بسرعه اقل هيخمش ويلسع ويحرق في الوجه وفي الكتفين وفي كل انحاء الجسم من الكلاليب الفظيعه اللي بتطلع حوالين الصراط، لان الصراط ده اكبر محنه يوم القيامه. خط، انتوا عارفين لما بيكون واحد بهلوان بيمشي في السيرك بيمشي على الحبل والناس بتتعجب، ده انت مش هتمشي على الحبل، انت هتمشي على خط ارفع من الشعر او حد من السيف، وتحت منك جهنم، وجهنم مظلمه ضلمه ظلام شديد، مش هينفعك الا النور، والنور هو نور صلاه الفجر. يبقى انت على خطر عظيم جدا يوم القيامه. اولا الصلاه لا تقبل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال. لذلك ابن القيم وابن تيميه والامام احمد بن حنبل والامام الاوزاعي والامام داود الظاهري قالوا اللي يسمع النداء ما يروحش يصلي اي صلاه من الصلوات، صلاته باطله، ولازم يعيد الصلاه تاني، لازم يعيد الصلاه تاني. البعض تاني من العلماء قالوا صلاته باطله بس ما يعيدش الصلاه، ما هو بس يعني هيكتب كده ان هو صلى وخلاص. ف عايز تدخل الجنه من غير سابقه حساب ولا عذاب، عايز تصل الى الفردوس الاعلى، طبق السنه دي مع صلاه الجماعه، خمس صلوات في الجماعه، خصوصا صلاه الفجر، لان هي دليل الايمان ودليل قوه الايمان. فانا هكتب لكم الاحاديث دي كلها اللي ذكرها الامام السيوطي في الدر في كتابه تمهيد الفرش في الخصال الموجبه لظل العرش. هتلاقي كل الاحاديث دي في اكثر من اربع او خمس روايات، بروايات مختلفه، عن سيدنا جابر بن عبد الله، عن سيدنا عبد الله بن مسعود، عن سيدنا عبد الله بن عباس، باذن الله تقوي وتجعلنا ناخذ بهذه السنه. من اراد ان ياخذ بها اخذ، ومن شك طبعا هذا شأنه، لكن ما حدش يكتب لي بقى الحديث فيها ضعف، اللي عايز ياخد بالسنه ياخد بيها، اللي مش عايز هو حر. لكن الاحاديث الضعيفه معمول بها في فضاء الاعمال، وفي كثير من الاحكام الفقهيه عند عدم وجود نص صحيح يعتمد عليه فيعتمد يلتجا العلماء الى الحديث الضعيف فيقدمونه على مصادر التشريع. في كثير جدا من الاحكام الشرعيه مبنيه على احاديث ضعيفه، اللي هي اهم كثير او اقوى من الحلال والحرام. والامام احمد كان يقول: اذا جاءنا الحديث الضعيف في فضاء الاعمال تسهلنا، واذا جاءنا في الحرام والحلال والعقيده تشددنا. وكلمه تشددنا ما ليس معناها رفض الحديث، ولكن معناها التمحيص في هذا الحديث، لان في كثير من الاحيان ما بيكونش عندي حديث صحيح، فيقدم الحديث الضعيف على مصادر التشريع كالاجتهاد والاستحسان والقياس والمصالح المرسله وغيرها من مصادر التشريع. كذلك الامام ابو حنيفه والامام مالك، الامام مالك طالما احتج باحاديث مرسله والحديث المرسل حديث ضعيف في كتابه الموطأ وبنى عليه احكام فقهيه، فمن اراد ان يعمل بهذه السنه على الرحب، من انكرها فهذا شانه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لكم، وتشتركوا بتفعيل الجرس واشتركوا في القناه لاصلاحكم كل جديد، وساعدوني على شخص الزوايا. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.